يلا يا جدع انت وهو خلاص شطبنا مفيش اكل النهارده. في ايه يا ورده على الصبح؟ في اباحه ومسخره وحاجه تقرف. بقول لك ايه يا ورده؟ استنى يا حاج، عايز ايه؟ عايزك تلم الدور يا حبيبي وتورينا عرض كتافك. ليه كنت اشتريت الموقف؟ ما بشتريش حاجه بتاعتي يا حبيبي، ومش هسيب الدنيا سداح مداح كده. ولو لازم لكم راجل الموقف كله رجاله، انما جوزك يموت وعياركم يسيب لا، واحمدوا ربنا بقى ان احنا سايبين اهل بياع الحشيش شغالين في وسطينا. لم لسانك يا حسام يا ورده، ابويا اشرف منك يا عيل في الشغالين الربايه. انا برضو اللي قليل الربايه ولا اللي ساحب عيل معرفش جايباه من انهي داهيه ومأجره له اوضه وبتروح له في انصاص الليالي؟ صافيا تعالي هنا، العيل اللي بتتكلم عليه ده اسمه زلزال، وانا حابب اعرفك عليه.